كويس. احنا سياستنا بخصوص الري عاملين حسابنا في الموضوع ده ولا لا؟ في مواجهه الموضوع ده ولا لا؟ عاملين حساب جميع السيناريوهات يعني، حتى وان كنا بنتكلم عن حجم ملء يتجاوز ال 24 مليار متر مكعب. 24 مليار حتى لو تجاوز الرقم ده. بس هنا يعني اللي بيشوفنا يقول ما حصلش حاجه. لا، ما احنا مش هنقف مكتوف الايدي الى ان يصل الضرر للمواطن ويحصل له كده. انا بقول ان وجود السد العالي هو اللي فرق تماما في هذه المشكله. اثيوبيا من حظها في بناء سد النهضه ان السد العالي في مصر، لان لولا السد العالي ما كانش هيحصل التخزين ولا 5 مليار، لان تخزين 5 مليار متر مكعب معناها توقف مليون فدان عن الزراعه تماما، وتوقف مليون فدان معناها فيه على الاقل 5 مليون نسمه بيعيشوا على المليون فدان. وكانت بقى دي كلها تعديلات مبدئيه يعني. لا ده ارقام حقيقيه. أيه. احنا مليون فدان، انا بقول لحضرتك يعني ممكن تبقى الارقام، ممكن تبقى الارقام اعلى من كده كمان. ممكن طبعا احنا بنقول 5 مليون لليوم علاقه مباشره. أيه. وطبعا احنا عندنا في بقى المحلات والتجاره وكل ده اللي فاذا كان هيبقى الضرر يعني شديد للغايه لولا وجود السد العالي. فطبعا السد العالي هو السبب الرئيسي الان لما نقول في ضبط النفس في مصر موجود، ان في الصبر اللي مده دلوقتي تتعدى ل 12 سنه برضه موجود، ده بسبب ايضا السد العالي. وما زلنا ملتزمين ودايما القياده السياسيه بتناشد في اللقاءات سواء في الداخل او في الخارج الوصول الى اتفاق قانوني. ولكن اثيوبيا لم تتفهم يعني هذه الظروف. وطبعا لما بتشوف ان الاوضاع في مصر ما فيش شكوى، يعني المصريين عايشين كويس الحمد لله، بس ده كلفنا مئات المليارات في المشروعات اللي احنا بنعملها. هنشوف عموما. اتفضل. بخصوص يعني مياه الامطار، احنا اخر فتره جفاف كانت في الثمانينات من سنه 81 ل 87، دي اللي كانت تعتبر سنوات جاف. بعدها جاء فيضان شديد سنه 88، ولولا وجود السد العالي كان بقى في كارثه، يعني كان هتبقى كارثه في مصر يعني في ايام الجفاف وايضا في الفيضان اللي جاء. والسد العالي برضه بيساعدك في كل السنوات، وده اللي كان مطلوب منه ومخطط له الحمد لله